السلام عليكم صحباتي، لاباس عليكم؟ كدير مع الصحه هاني؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم صحه جيده ويلقاكم نشطات يا ربي. البنات كنشكركم بزاف على التعليقات اللي خليتو ليا في الفيديو، وكنشكركم بزاف انك دعيتوا معايا. الله يجيب الشفاء للجميع ليا وليكم وجميع المرضى المسلمين يا ربي. صحباتي اليوم عندنا فيديو ديال كليان، يعني فياسات اللي خدمت في الكليان، شي حاجه طلعوا لهم غزالين غزالين وشي حاجه زوينه، ومازال ان شاء الله غنعطيكم فيديو جاي ديال قفيطنات اللي قلنا فيهم سولد. المهم دابا هذا الفيديو ديال الكليان شي حاجه غزاله وغتخرج اليوم، قلت ضروري نصورهم الكليانات ديالي هكا باش كتشوفوا الا عجبتها شي وحده شي حاجه، يمكن لها تسكرينها وتدوموندي عليها بحالها. مرحبا، دوز عندي غير الواتساب، واللي قريبه للمحل دوز عندي المحل. مرحبا البنات، غنبدا لكم بهذا القفطان. ديجا دوزت بحالو في الرشمه، ولكن هذا طلع فيه غزال، هذا اللون السكري طلعت فيه هذه الخدمه غزاله وزوينه بالتنبات. يعني قميص حضاري خدمته مولاتو طرواكار، كي قلت لكم يعني القميص حضاري، سواء درتي ليه المجدول يجي حضاري اكثر، بغيتي تلبسيه بلا حزام خفيف عليك في الظهر يمكن لك تلبسيه. درنا ليه هذا الرشيمه في الظهر ياك، دخلنا ليه الماتسونو زمرد حزيرات المهرس الموزونا، صراحة غزالة الضفيرة بالسم عقيدات بالسم، درسنا ليه الكل غزالة الرشيمة. هانتوما الخدمة كي طاحت، أنا كنخدم بها البنات بالكاليتي ديال الخدمة ديال الموزونا ولا الكاليتي ديال المهرس. خدمتو هذا في القريبة البنات، دارتو إيفاز يفتحها وحدة، هابط بالعقيدة جا غزال. صحتك أختي القفيطين، جا زوين رشيمة غزالة البنات هادي، بصحتك. شوفوا هذا تاع هو البنات، هذه الموضه اللي دوبل، يعني كدوبلي الضفيره ولا كدوبلي السفيفه باللوينات جوج. فهذا الكريب مرتديلا مشى مع هذا الصم، خدمناه بالصم ساري يعني صفيفر، وخدمناه بالصم بيض، خدمناه بخدمه المعلم تل تحت البنات هابط. شفتوا غزال، شوفوا هذا الكميمات تاع هما البنات، تدريس كي دايره الخدمه كي نقيه، لا فينيسيو البنات من هنا ما كاينش، شفتو لا فينيسيو غزال. السيده دوموندات عليه من برا هادي. اختي كنقول لك القفطان ها هو موجود، وجلابه دو بياس هي موجوده، القفطان ديالك طلع غزال شفتي، صحتك اختي القفطان طلع غزال. القفطان ديال جوهره، هاد الرشمه مطلوبه عندي بزاف، البنات كنخدموها بزاف، نبتها بالزمرد. هاد الرشيمه كتخدم عندي بزاف في الجلابه ولا في القفطان، كطلع غزاله هاد الرشيمه البنات، كتجي نقيه وادميه. طرواكار القميمه البنات، شفتوها ايفازي فتحها وحده القدام، دارتو بالمجدول، مجدول بالسم. بصحتك اختي القفيطين البنات، الرنده الرنده كطلع غزاله تبارك الله على المعلمات كاملين اللي كيطرزو معايا ولا كيخدمو، ولا المعلميه الصناع ديالي، بصراحه راه حنا كنشكرهم بزاف على الخدمه والاتقان ديالهم. شوفوا هذه الرنده جات غزاله محبوكه البنات، شفتوها كي دايره الخدمه معايا غزاله، لوينات جاو زوينين. دخلت الغوز بيبي، دخلت غوز رماني، دخلت هذا المخضر الشويبي، لورونج والصفيفر، جات غزاله في هذا البلوغوا. التدريس درتو اللون في اللون، انتما البنات لا فينيسيو ديال الراوندا كي دايره، القب كيف نازل، جوج فتيحات في الجناب، كل خدمتها اللون في اللون، خلينا غير الراوندا اللي باللوينات. هادي رشمة الخريطة كتجي غزالة، صحتك الحجاج لباتك بجوج موجودين، حطات عندنا هادي حطات هادي بالوردة، تاهي جاتها زوينة الوردة البنات في التوب كشمير، يعني باش نوريكم التوب كشمير، يعني تا الراندة راه كتجي في التوب كشمير. هانت هايا التلوينة جات غزالة، يعني المخدر مغلوق ومفتوح، ودخلنا الغوز بالديكرادية ديالو، غوز بيبي وغوز رماني وغوز فيشيا، جات غزالة كلها مخدومة اللون في اللون كاملة. فتحات في الجناب،
شوف كيما كي دايره الورده تكون الله في الصحه المعلمات. صحتك اختي جلال، بجاوك زوينه الحاجه. هذه السيده هي دوموندات علينا هاد الجلابه دو بياس، يعني بالقميص ديالها دارتو في المرتديله سلان البنات، في سلان كيفاش كيطيح غزال وبالرقيق، وفي الكريبه البنات انتو شوفوا السلان كي داير، وقفتها بالبرشمان السلان كيجي غزال. هذا القميص ديالها لتحت مرتديله ومشى زوين مع هاد اللون اللي سكري ازرق السكري، كيجي غزال حتى هو. نزبد لكم لكم انتو شوف كي جات في القميص ديالها، جا غزال هكا. يمكن لا تلبس معها فولار في المرتديله، ولا دير معها فولار مزوق داخل في هاد اللوينات، غتجي غزاله. مخدومه على شعره في البرشمانه البنات، على شعره افتحات في الجناب، خدمه جلابه اللون في اللون. ويمكن لها هاد الجلابه تبدل ليها القميص، يعني ماشي ضروري تبقى ديما مع المرتديله، يمكن لها دير اي لون شويه بيه، يمشي معها الغوز فيشيا، يمشي معها البلون الباج، يعني هاد اللوينات يمشيو مع هاد السكري، وتبقى تبدل في القميص وفي نفس الوقت كتبدل في الفولار. صحتك اختي جلابه جاتك زوينه. شوفوا هادي البنات مليفه تاع السكري في المليفه، رشيمه غزاله بالرباطي، دخلت فيها هاد اللوينات. هنايا كنديروا الرباطي بجوج، يعني بالدقه ديالت اللي كيقولها بالصوفه، كتجي مزغ بالرباطي كيجي غزال. خدمتها بالضفيره وقيده بلديين، دخلت فيها هاد الصفر اللي بحال موطاغ، دخلت فيها الاورانج، يعني واحد اللويميني غزال. وهنا الصم برونز البنات، الكاروب صم برونز. انتم الخدمه كي دايره، لا فينيسيو في الكمامة البنات. راه واخا ما نوريكمش الفينيسيو هكا، راه اي جلابه كدوز عندي في المحل ولان الفينيسيو يكون بحال هكا. هادي جلابه جاتك زوينه اختي، صحتك. افتحات في الجناب شفتوهم في المليفة، هادي تاهي طلعت لها غزاله، وهادي كامله مخدومه بالماكينه، لا رباطي ولا الخديمه. شوفوا الخديمه كي نقيه غزاله، خدمه نقيه لا في الماكينه ولا في التطريز. صحتك اختي جلابه جاتك غزاله، واي حاجه غنهزها غنقول زوينه. شوفوا هادي تاهي براندة في المليفة، موديل السلسله كنا كنخدموه في الكحل بزاف، ولكن انا كنوريه لكم في الموف كي طلعت غزاله. دخلنا هاد المرتديله اللي راهي من الغوز جات غزاله، هذا راه باج ترابي والموف ديغرادي ديال الثوب. تدريس باللوينات، يعني جات زوينه حتى هي باللوينات، شفتوها في المليفه البنات. هادي عندها افتحه القدام صغيره من القدام، وهاد افتحه وحده مولاتها. شفتوها زاد زوينه هاد الرشيمه، وهادي السلسله كتكون عمليه، هاد الرشيمه سبور، يعني تقدر تلبسيها مع البوتيو مع البالغينه مع الموكاسان، يعني حيت رشيمه روميه. بصحتك اختي. بالنسبه للناس، يعني نختصر الفرصه ونقولها لكم، بالنسبه للناس اللي حاطين عندنا جليبات وداز عليهم الوقت البنات، رانا غنخرجهم يتباعوا، لان ما بقاش عندي في نحط، ما بقاش عندي في نحط. وعاوتاني البياس كيشد لينا الفلوس، يعني باش كتخدمي كتلقاي الفلوس ديالك كلها محطوطه في البياس. الناس اختي انا اللي عاطيكم في الورقه فيها 3 شهور، انا غادي نعطيك اختي 5 شهور 4 شهور حتى 6 شهور، يعني البياس اللي تفوت 6 شهور وجات ولقاتها تباعت ما تلومليش، حيت خصني ندخل فلوسي وخاصني عاوتاني السنتري خويا في نحط البياس. راه عرفتي المحل ولا عامر عندنا بالبياس، اللي عندها شي جلابه تسول عليها اختي، باش هكا لا لقاتها تباعت، راه ماشي انا اللي ضالما، يعني 3 شهور وانا كنزيد 3 شهور اخرى هي 6 شهور. الظروف كتكون الله يحسن العوان كل واحد، ولكن يتصل ويجي يسول في الجلابه باش نعرف بان السيده باقا باغيها. راه كاين عندنا شي بياس اللي تقريبا عنده عام وعام ونص وحتى العامين، اللي كيكون عندنا البياس باقي هنا محطوط، يعني غيتخرج يتباع وغيتباع في السولدا البنات. انا كي قلت لكم هاد السيمانه عندي السولدا وما علمتش فيها الناس بكري لاني كنت عيانه،
السيمانه هذه اللي جايه داخله حتى هي عندي فيها صولت، يعني مازال غندي سيمانه واحده اخرى فيها صولت، يعني البياس غنخرجوها للبنات في الصولت. الناس اللي ديزين عندي فيها 6 شهور 5 شهور بياسه، شوفوا هاد القفيتان كيطلع البنات مولاته غزاله، طلع لها قفيتان غزال تراكز بالدولار والدبانه، خدمه المعلم كلشي خدمناه بالصم، يعني طريسنات بالصم لكل في شفتو كل طالع كله تخدم بالماكينه. شوفوا الخدمه كنقيه البنات وغزاله، موديل غزال شفتو، شوفوا الكميمات طاح غزال، شوفوا التضريس بالصم كله خدم تخدم بالصم، ما كاينش طريسنات. شوفوا الفينيسيو البنات، لا فينيسيو البنات كي دايره انتما الخدمه، يعني انت السيده لبسات القفطان وهزات ايديها ما يبانش ليها الماكينه، ويبان لها داك الفيزين ديال كاترفيلو والروينه اللي كتكون داخل. ها انت شفتي لكم كي داير غزال القفيطان خارج ايفازي، وتخدم في التوب كريب، وكريب كاليتي ديال بن سوده، الكول ديالو غزال، عرفتي هذا ملي تلبس بصراحه يتلبس يبان غزال هكا، راه ما تشوفوا التصوير ما كيعطيش حق القياسه مباشره، ولكن هاد القفيطين طوب صحة مولاتو. شوفوا هاد التكشيطه حتى هي البنات في جوهره، قلت ضروري ندوزها ونوريها للكليانات ديالي. شوفوا التعصاب البنات، التعصاب كي داير بالصم، الخدمه كي دايره كل في خديمه غزاله، وتكشيطه نقيه موديل خطير وغزال البنات. راه التعصاب هذا واكن عارفين التعصاب، يعني صعيب باش تخدم في الثلاجه وخدمناه انتو وبلا ماشين، وتخدم طاحت غزاله شفتوها، ها هي بلا ماشين ومطلوقه البنات، نوريها لكم هكا باش تشوفوها. شوفوا البنات مطلوقه وايفازي، الخدمه ديالها نقيه صحه مولاتها، غزاله غزاله تكشيطه عجبتني بصراحه، طلعت زوينه انتو شفتو. دارت لها القفطان في الكريب، كريب ديال بن سوده البنات، ما دارتش ساتان، دارت كريب وطاح لها غزال، تكشيطه غزاله بصحتك اختي. شوفوا الظهر ديالها، بصراحه البيسه طلعوا زوينين بصحة اي وحده حطت عندي، وبصحة اي وحده خدمت عندي، كنقولها بصحتك اختي. الصوت ما مساعدنيش، يعني كنورك على راسي باش ندوي معكم البنات. الله يجيب الشفاء للجميع، والله يرحمنا بالشتا يا ربي، يا ربي لا طاحت الشتا يعني غينقش بيا هاد الفيروس، الله يرحمنا يا ربي. كنشكركم بزاف البنات، كنشكركم على التعليقات ديالكم، كنشكركم على الدعاوي ديالكم اللي خليتو ليا مره اخرى، وكنقول لكم مرحبا بكم، اللي بغات شي حاجه دوز عند تعيط ليا واتصل بيا ودوز عندي الواتساب، ولا اللي كانت بغات تجي عندي تسول، يعني تدخل حي الازهر بعد، انا في كازا يعني كيسولوني بزاف فين كاينه، انا في كاينه في كازا حي الازهر اللي جا فوق البرنوسي، كتدخلي لحي الازهار سولي على تيران الوفا هو الاول، ملي كتوصلي تيران الوفا سولي على قهوه المرضي وانا رانا حداها. ما عرفتيش اختي اتصلي بالرقم اللي مكتوب هنايا عندكم في الفيديو، وان شاء الله نعاد لكم مرحبا. كي قلت لكم البنات، يعني حاولوا لي عندها شي جلابه عندي وحاطه عندي، كنقولها لكم من هذا الفيديو، الله يرحم لكم الوالدين، راه ما بقاش عندنا فين نحطوا البياس، يعني ستوك سد عمرات وهنا عندي عمر، يعني حاولوا تخرجوا البياسات ديالكم، ولا كان شي ظروف اتصلي بيا، لان البياس راه انا غادا نخرجوا السولد البنات. السلام عليكم، فيديو واحد اخر ان شاء الله.